الصوافة حارة تقع في الجهة الجنوبية من منطقة المغدر في نيابة سناو بولاية المضيبي، تشرف بموقعها المرتفع على المناطق المجاورة من بلدة سناو. عراقة في التاريخ ودقة في تفاصيل هندسة مبانيها ومعمار بيوتها، والتجوال في طرقات الحارة يرجع بالذاكرة إلى مئات السنين. ظلت فيها الحارة نابضة بالحياة والنشاط وحتى عهد قريب، فلا يزال الكثيرون يتذكرون حياتهم فيها بكل تفاصيلها. العارفون بالحارة يقولون إنهم وجدوا في مبانيها تأريخاً يعود إلى سنة 122 هجرية، وتكرر ذلك التأريخ في 3 عقود لمبان مختلفة، ما يؤكد لديهم قدم إنشاء هذه الحارة. هذه حارة الصوافة أول تأسيس فيها في القرن 7 الهجري، ولكن العماير تجدد، وآخر عمارة جددت قبل 300 سنة. آخر عمارة فيها قيمت ولا كان تجدد من سنة إلى سنة، من سنة إلى سنتين إلى هكذا، لكن كان إذا انهدم شيء فيها عمروه، لأن كان اليوم الحاجة داعية عليها. يحيط بالحارة سور من جهاتها الأربع، ولها مداخل رئيسة، مدخلان خارجيان، واحد من الجنوب وآخر من الشمال، يؤديان إلى ساحة الحارة، ومدخل آخر رئيسي داخلي يؤدي إلى مباني الحارة وبيوتها، وكان عليه حارس يشرف على الداخل والخارج. تتميز بيوت الحارة بعلو بنائها، خاصة تلك التي تشرف على الساحات الخارجية، تتكون من طوابق متعددة وتحوي مرامي للمراقبة والدفاع، وكثير منها مبني بالجص والحصى إلى جانب بيوت الطين المتراصة، وتعلوها أسقف من جذوع النخيل وأخشاب كانت تجلب من الهند وأماكن أخرى تزدان بنقوش وكتابات. والمتأمل في مباني الحارة يجد فيها فناً معمارياً متميزاً، فتستقبلك العقود الكثيرة منذ دخولك الحارة وعلى امتداد طرقاتها. العمانيين مهندسين بأنفسهم، يجيب يسمى الوستاد، كما تسمى الوستاد المدرس. الوستاد هو اللي يخطط لك واللي يخدم واللي يقيم بالعمل مع العمال اللي يناولوه، عمال اللي يناولوه، اللي يقرب القص، اللي يقرب الحصى، وهذاك يبني، وإلى وقت محدد يبني إلى قرب أذان الظهر. تسمى طلقة أولاد المعلم. من المعلم وصلت يما قال يلا حال أولاد يصيحوا عاد وقفوا عن العمل. هذا كان يبني بجذوع النخيل، جزرة النخلة يقطعوها 4 قطعات، بعدين الناس فنيين يشتغلوا، يسمى هيش هذا جذاع، يجذع يسوي الجذوع، ينطبهن ينظمهن، وبعدين يدموبهن وينقشوا فيهن، يكتبوا فيهن التاريخ، وفي عصر من الأئمة، في عصر من السلاطين، هيش الغلا، هيش اللي باع ويشترى، وهيش الأشياء هذه، وهيش الرخص. تحوي حارة الصوافة على الكثير من المعالم التي تميزها: مسجد كبير يتوسط بيوت الحارة، الجامع الذي كان يتسع لكل سكانها وكان محور نشاط أهاليها، وله أموال موقوفة في المغدر وأسهم من فلج لمشق. وليس ببعيد عنه مسجدان آخران يصغرانه حجما، مسجد باروت ومسجد الكارجة. وتتوسط الحارة هذه القلعة جهة الشرق، والمعروفة بقلعة الإغرابية، المكونة من 3 طوابق والمبنية بالجص والحصى. والقلعة من أوائل مباني هذه الحارة،
إذ التاريخ الهجري 122 منقوش أيضا على أحد عقود هذه القلعة. كم قلعة في الحارة؟ ثنتين وبروق ثنينة. البرج يختلف عن القلعة. قلعة مربعة، هذه مربعة وهذيك مربعة، وشيء قلعة دائرية فيها هذا موجود، برج قريب منك وبرج واحد طاح وشالوته. أول كان يبنى بالطين الأحمر وخلاف بالجص. الجص فيه موجودات مصانع معنا، مقاطع فيه يخدموه حدهم العمانيين، وحدنا نخدمه بنفوسنا، أهلنا يخدموه. أول يجيبوا يبحشوا الجص هذا ويجيبوا له جذعان ما جذور النخيل ويصفوا عليه ويحرقوا، وخلاف نهار ثاني يدقوا يتم 3 أيام علين يبرد، يجيبوا يبنيوه، وهكذا شاهد على نفسه. ويكمل هذا المشهد الحي بتفاصيل وحيوية سكان الحارة فلج بومنين، الذي يدخل الحارة من الشمال ويخرج من الجنوب، يروي سكانها ويزودهم بما يحتاجونه في معيشتهم. وهي الحارة اللي خلفنا، الحارة هذه عبارة عن الساحة في وسط الحجرة، هذه محور الحجرة بكاملها. سميت هذه المساحة وهي الساحة الحارة باسم الحجرة بكاملها، يدل على أهمية هذه الساحة. وهذا يمكن الآن يسمى، يمكن قال يسمى الآن حاليا بالمسرح وبالقاعة. في هذا المكان يقام فيه فعاليات كثيرة، من ضمنها مثلا أحيانا برزة أيام قدوم مسافرين، وكذلك قعد الفلق والندى لبعض السلع، وكذلك أيضا الاجتماع أحيانا في هذا المكان، كما يقام كذلك في حفلات الأعياد في هذا المكان، يكون فيه الصباح بيع الشراء، ثم تقام بعد ذلك فيه الفنون الشعبية. فهذا المكان هو كما قلت سابقا محور لكل الحارة.